ورح نبدأ ومثل العادة مع البرج الناري برج الحمل. أفكارك، دوافعك، رغباتك، حاجاتك، وحتى مخططاتك عم تنال إعجاب الآخرين. الآخرين عم يجربوا بطريقة أو تانية إيرادوا مولود برج الحمل، عم يجربوا بطريقة أو تانية يكسبوا احترام وتقديره. يعني هذا الأسبوع يا مولود برج الحمل اللي أنا رح يكون فيه هيك بأوجه، ولكن التواضع كتير مهم. ومشان هيك مهما طلعت لفوق يا مولود برج الحمل، جرب يكونوا إجريك ثابتين على الأرض، ما تتكابر، ما تزيد أبدا. وبنفس الوقت الأشخاص اللي بلشوا معك اللي دعموك ما تنسى تتشكرهم. وبالنسبة لك فعلا أسبوع مميز بالطاقة بالحيوية، بنوع من الحصاد اللي انت مقبل عليه رح تكون. وحتى ماديا مبين عندي ارتياح مادي او انفراجات مادية بطريقها لإلك يا مولود برج الحمل. ونحن اكيد هون عم نشوف انه مارس بهيدي الفترة او حتى هيدي السنة شو عم يكون قوي، وهو الكوكب الحاكم لمولود برج الحمل. ولكن الشمس وكمان كتير قوية عم تكون تأثيرها عليه، عم تخليه الأقل أجريسيف أو الحدية بالتفاعل بالتعامل مع الأمور. مشان هيك مولود برج الحمل اللي بيتميز بالشجاعة بهي السنة بهالفترة أيضا عم بيتميز بالدبلوماسية. مولود برج الحمل على الصعيد العاطفي في كتير خواطر، في كتير أفكار، في كتير أمور حابب تقوم فيها، مخططات أنت والحبيب، أنت والشريك، أنت والكراش، يعني الشخص اللي أنت مثل ما بيقولوا عيشبك، اللي أنت المنجذب له. وحتى حاطت مثل نوع من الطاقة الخاصة بجذب الشخص اللي انت بتريده على حياتك، يعني الاشخاص العزابة. خلص في كريتيريا معينة ومثل هيدا الطاقة عم تكون جاذبة، وهذا قانون الجذب law of attraction يا مولود برج الحمل. نحن مستمرين وعم نشوف مولود برج الثور الترابي، يجب ان تكون أكثر قوة والتزاما بالدفاع عن التراتوري، عن المحيط تبعك. بالشغل في أشخاص عم يجربوا يزيدوا على مولود برج الثور حتى ياخذوا جزء من إنجازاته باسم. هون مولود برج الثور عم يعاند بعدم الحكي، بعدم المواجهة، بعدم أخذ أي خطوات، إنه عم يقول أحلالي أنا ما أعمل شيء، لأنه إذا عملت شيء بنفجر، بخضب، خلص بكسر. لا يا مولود برج الثور، مش مفروض يا هيك يا هيك، يعني من الأقصى للأقصى. لا، جرب تكون شوي محايد، يعني احكي كلمة الصح، ما تسكت، ولكن بنفس الوقت عرف كيف بدك تحكيها، الطريقة الكوميونيكيشن هون. واستفيد من كوكب عطارد بتوصيل أفكارك بطريقة سلسة مرتبة، ولكن بنفس الوقت بطريقة حاسمة. مولود برج الثور على الصعيد العاطفي، لا تؤجل لقاء الحبيب، لا تؤجل هيدي القعدة الحلوة مع الحبيب لأنك مشغول، لأنه عندك التزامات تانية، لأنه الشغل فوق بعضه، لأنه الماديات كذا كذا، الحجج بتكتر. ولكن مثل ما بيقولوا النتيجة بتضل وحدة، في شغلة كان فيك تعملها ما عملتها، هيدي هي. ونحن هون فلكيا كان حسب ورد تاروت او باي سبريتشوال، نحن منجرب نحذر كيف الفلك بيكون وكيف نحن بنقدر نحسن وضعنا. مولود برج الجوزاء، قد تتراجع مكاسبك، كأنه في ضغط مادي رح يكون هذا الأسبوع، يمكن في دفعات رح تكون. بس بنفس الوقت يا مولود برج الجوزاء، انت الشغلات اللي كنت مقصر فيها، اللي كان متراكم عليك، كأنه عم تسددها، عم تسكرها، وهيدا شغلة كتير مهمة، وهي شغلة ضرورية، وهيدي الشغلة مثل انت بدك مبسوط تكون منك لوحدك فيها، يلي هالدرجة عم تعطي رموز قوة، رموز طاقة، رموز خير، رموز بركة، وانت كأنه
مبسوط، انت سعيد، انت مثل الامور عم تكون باوجهها بالنسبه لإلك. لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. اكيد مولود برج الجوزاء كانه في كثير مثل تريانجل، يعني في اطراف عم يتدخلوا بالعلاقه، عم يوصلوا لك حكي، يمكن عم يوصلوا للحبيب او الشريك حكي. في اشخاص سبحان الله، في اشخاص ما بحبوا الا يتدخلوا، ما بحبوا الا يعيشوا الاكشن او يعيشوا الاكشن للاخرين. ما تكون ابدا يا مولود برج الجوزاء نجيف، تصدق كل كلمه بتنحكى قبل ما تتاكد من السورس. والحبيب كمان لازم تكون مثل انه حده او توعيه، او يعني تجرب تجيبه لعندك لنقطة للنقطة اللي انت بايمن فيها لوجهة نظرك لا تكسب ثقته. واعزائي المشاهدين اكيد اذا حبيتوا الفيديو فيكم تضغطوا على اللايك. بتذكركم عن الكولكشن، كولكشن من طاقة الاحجار، اللي انتم بتعرفوا قد انا بحب طاقة الاحجار بعلم الروحانيات، بعلم الطاقة. طاقة الاحجار معروفة ومذكورة، مشان هيك اطلقت الكولكشن الاولى باسمي، وهي كولكشن ستار ماجيك، كولكشن اللي فيكم تحصل عليها من عنا. بنوصل على جميع الدول. ما عليكم إلا تتواصلوا مع الفريق للاستفسار عن كيفية الشراء، عن كيفية الحصول على السلسال أو الإسوارة، أو تأمين الإسوارة والسلسال مع بعض. أكيد عندنا 12 برج، 12 حظ، 12 حجر. ببلش من برج الحمل، الروبي، بيرجع الزمرد لبرج الثور، بيرجع الموسى جيت، العقيق الأبيض المميز لبرج الجوزاء، رجعنا لبرج السرطان اللولو، لبرج الأسد حجر العقيق الأصفر مع طاقة كتير حلوة، العذراء الزفير، الميزان روز كوارتز، بيرجع للعقرب الحجر الأحمر، العقيق الأحمر، القوس أكيد حجر التركواز لإله رح يكون، الخرز الزرقاء مثل ما بيقولوا، الجدي العقيق الأسود اللي دايما بتشوفوه علي، دلو لبس لازوليت، والحوض شمشط، وكل هول الأحجار متوفرة عنا، أحجار طبيعية مع رمز. رمز الأحجار هو رمز الشمس يلي بيشرج الحجر بالطاقة، معملينه وفق طريقة معينة لفعلا يشتغل ضمن قوته الكاملة. موجودين، رح تلاقوا كل المعلومات باللينك أسفل الشاشة، وأنا بانتظاركم لتوصوا لتحصلوا على الطاقة الحلوة المميزة لإلكم من لإلكم، هاي البوزيتيف فايبس. ويا رب دايما حياتكم تكون حلوة. ولكن أعزائي المشاهدين، نحن مستمرين مع مولود مائي ومولود برج السرطان. تشير النجوم إلى ضرورة تفادي المشاكل اللي عم تحصل نتيجة أشياء تافهة، أشياء صغيرة. أنت علقت على موضوع زميلك، علق على موضوع الشريك، ما حب هيدي الشغلة، الإدارة علقت، فأنت فتت بمزايدة، يعني حب صغيرة تنزع مثل ما بيقولوا الموضوع كله، بينعمل من الحبة قبة. شو النصيحة هون؟ نصيحة النجوم، ما فيك تغير تفكير الأشخاص الآخرين، ما فيك تغير نظرتهم للأمور، بس أكيد فيك تغير طريقة نظرتك للأمور وطريقتك يا مولود برج السرطان. وإذا الطبع يغلب التطمع على المدى البعيد، ما حدا عم يقول لازم تتغير، ولكن عهد الأسبوع مرقوا على خير. بحال لامك حدا، انتقدك حدا، قال الحق عليه، قول يلا نرجع منصلح الموضوع. ما تاخد دور المظلوم يعني، بس نفس الوقت انه معلي جربت، ما زبطت هيدا الطريقة، ما زبط هيدا الحل، رجع
ما تتشارع وتفوت بالقيل والقال، زبط هذا الموضوع على طريقتك الخاصة، وأكيد تاني مرة ما رح يكون في رفض، ما رح يكون في استهجان لما الموضوع، بالعكس رح يتقبله الطرف التاني. مولود برج السرطان، تدخلات الآخرين عم تزعجك كتير حتى على الصعيد العاطفي، وفعلا بعد مرة عم نشوف كيف تدخلات الآخرين عم تنزع العلاقة بين مولود برج السرطان والحبيب، وهذا الشيء غير مسموح أبدا. فمشان هيك الأفضل يا مولود برج السرطان إنه مثل ما بيقولوا تخلي الموضوع بينك وبين الحبيب فقط، وما تخلي أي تدخلات جانبية تدمر العلاقة الحلوة الموجودة بينك وبين الحبيب. مولود برج الأسد عليك إنه تبذل المزيد من الجهد لإنجاح الموضوع، ما تتكل على حدا، تتكل على ذاتك فقط، لأنه أنت الوحيد اللي قادر إنه تنجح المشروع أو الفكرة، وخاصة إذا شيء خاص بالبزنس، يعني بالتجارة الحرة، بمشروع خاص لإلك، بشيء خاص بمكسب مادي أنت عم تطلعه، فإنه تتكل على الآخرين وتقول يلا ما قلي جلادي، أو يلا هذا الشخص كمان بينوثق فيه مش غلط أبدا، لا مش هذا الأسبوع يا مولود برج الأسد. إذا بتتكل على الآخرين ما رح يعملوا 50%، يعني 50% مثل ما أنت رح تقدر تعملها، وهيك بتضيع يمكن رأس مال، يمكن يعني مثل فايدة، يمكن تضيع مكسب معين، وأيضا تضيع وقتك، لأنه هيك وهيك رح تتدخل الحل الموضوع هون، وهيك رح تضيع وقتك يعني الدبل هون. مولود برج الأسد، حافظ على قوة علاقتك مع الحبيب، وهيدا من خلال انه تحسسه انه انت فعلا بدك اياه، وما في منافسة بينه وبين الاخرين، وانت موجود لتساعده مثل ما هو موجود ليساعدك، يعني هيدا التطمين بالعلاقة مهم، الحكي مهم، لانه بدنا نقشع بعيوننا، واكيد بدنا نسمع برنينا يعني، و بالحب الذات الكلمة دواء. مولود برج العذراء عليك انه تدافع عن وجهة نظرك امام اشخاص انتهازيين، قدام اشخاص ما بيريدوا لك الخير ورح يكتروا هيدا الاسبوع، يعني مثل كأنه بتعرف كيف الارض خصبة، وبس تكون الارض خصبة وفي رزقة او في نجاح بيكتروا عليها الاشخاص اللي إذا ما قدروا يطلعوا هن مكسب بيصيروا بدهم مثل يأذوا الشخص اللي فعلا نجح هون، وانت بقمة النجاح هلا رح تكون نتيجة تعبك أكيد. بس بنفس الوقت يا مولود برج العذراء، انت انسان كتير دبلوماسي، كثير حنون، كثير حساس، ولكن بنفس الوقت هلا وقت الحسم، وقت تخطي العقبات وحتى الأشخاص، وانت قد وقدود يا مولود برج العذراء. على الصعيد العاطفي، حافظ مثل ما بيقولوا على ربطة الشأش، على كون لأنه الحبيب بده يستفزك، خاصة إذا كان الحبيب من مواليد الأبراج النارية، يعني برج الأسد، برج الحمل، برج القوس، يعني مبين عنا هون الحركة كأنه عم تقل، والاستفزاز عم يزيد، وأنت وصبرك يا مولود برج العذراء. هل هيدي الفترة الأفضل كمان على الصعيد الشخصي تحط كل شيء ب موقعه، يعني ما تجرب انه تطبطب على الحبيب وتقول وقته رح يمرق، لا، هيدي الفترة كان على الصعيد الشخصي او على الصعيد العملي الدفاع عن التراتوري، الدفاع عن الحق، وحقك 100% صحيح لإلك يا مولود برج العذراء. أعزائي المشاهدين، نحن أكيد متابعين مع توقعات الأبراج الأسبوعية، رح نكمل مع برج الميزان، أكيد تابعوا معنا، وأنا أكيد بدي أتشكركم على التواصل، بدي أتشكركم على المتابعة، إذا حبيتوا الفيديو تضغطوا على اللايك، سبسكرايب للانضمام لصفحتنا ورابط الجرس لمتابعة أحدث الفيديوهات على قناتنا على اليوتيوب. أعزائي المشاهدين، أكيد
اتمنى لكم اسبوع حلو، اسبوع مفعم بالطاقه بالايجابيه بالاخبار الحلوه وحركه الكواكب والنجوم. بتقلكم موفقين.